لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا في شارع 16 رقم 16 سنتر كوكو للجملة للبيع الجملة. ايوه هنبدأ معاكم اهو التدفئات. يلا يلا السلام عليكم. كيف ما العادة ضروري السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم احنا في محل سميتو سنتر كوكو كيبيع بالجملة. يعني كيبيع بالجملة اي حاجة عنده مكياج كل شيء ان شاء الله انتم تشوفوا معنا. دي دفه عامله 100 كام دي؟ عامله 100 100 وفي دي عامله 65 سرير كبير برضو خامات حلوين في الشكل ده برضو. سرير اطفال في اشكال كتير. في دي حف عامله 125 في منها الوان كتير. قطيفه من ورا عامله 125 وفتيها عامله 100. دي دفايه ده حفار وفي دي عامله 105. هي دي كم في كام؟ متر و60 في 2.5. ايه متر و60 في 2.5 بكام؟ ب 165 نازل عليها عرض. دي بكام؟ 165. في منها اشكال كتير. في الوان كتير في النبيتي والبني وكل الوان. كده احنا داخلين اهو المحل. دي بكام بقى؟ دي ب 125 قطيفه. في منها اشكال كتير ومقاسات كتير اكس لارج واكس اكس لارج. دي مكتوب فيها العنوان تبع المحل. هاي الوانها في منها البينك والنبيتي والبطيخي والذهبي مقاسات كتير. دي ميني مكوى نازلة عرض ب 35 جنيه للرحلات والسفر وكده. خفيفة كهرباء وبطارية كهرباء والحرارة بتاعتها حلوة للرحلات وكده. يعني عشان خفيفة هنا كده اللانجيري. كده اللانجيري بتبدا من كام بقى؟ اللانجيري عندك في ترنجات اهي. في ترنجات بتبدا من 65 من 50. حلوة اوي. طب ده بكام ده؟ ده عامل 200. كده عامل 175. اللانجيري بيبتدي من كام عموما يعني؟ بيبتدي من 50. 50 لحد كام بقى؟ لحد وانت طالعه مثلا 100 150. الترنجات اللانجيري لحد دي ملايات نازله عرض خمس قطع. المجد نازله عرض ب 120 خمس قطع في اشكال كتير. في اشكال بتحطي الشامبو مثلا تغسلي شعرك ولا تخشي الدرس؟ المجد الاصلي. دي الصبغة دي ما فيهاش صوديوم ولا مواد مضرة للشعر. دي ب 45 بلت وبتنعم الشعر وحلوة. في منها البلت التانية ب 30 برضو هي ودرجاتها كلها متاحة. في ده بديز بلاش
للجسم 25 من شي. معلش بصي حاولي تفهمي، في ناس ما تفهمش ده ايه. برفان تحطيه بعد ما تستحمي للجسم، في منه روائح كتير. كم ده عفوا؟ 25. وفي دي مزيل عرق رجالي ب 15، في منه حريمي، في ده نيفيا برضو مزيل بلية ب 22.5. ده ايه بقى؟ ده اللي هو الواكس بتاع الشمع اللي هو بيتفرد اللي معاه الحل. ده شمع، يعني شمع بيسيح بيعمل سويت للبنات. 75. اهم سويت. في دي مناديل شمع ب 10 جنيه. ده ايه بقى؟ مناديل للشمع. ده بتاع الواكس بتاع ده. مناديل. ده مناديل. ب 10. في ده سويت ايفوفا. كل اللي بيسأل عليه سويت ايبوبا. ايه سويت ايبوبا ده؟ عجينة بس جميلة جدا، يعني بعشرة جنيه. اتنين مع بعض. في العلبة فيها اتنين بعشرة جنيه. سويت سويت. في برضو الوايبس نازل عليه عرض، انا هلم 120 منديل ب 15 وايبس، في منه الصغير 72 منديل ب10. ايوه. وفي الوايبس الصغير ب2.5. طب هنا، وهنا العمليات الاطفال نزل عليها عرض ب 140 ست قطع. في منها اشكال كتير جدا. 140 ست قطع. كم؟ 140. في بقى اشكالها كلها. اشكالها حلوه. اشكالها انا للكشف ب 45. طب ندخل بقى كده، معلش سابقيني هنا كده. رقم ده الميك اب. عايزاكي بقى تديني فكره عن الميك اب هنا في ايه وايه وايه وايه. في دي اي شادو للحواجب وكونتور، وده الرسومات بتاعه الحواجب بتاعته. بكام بقى ده؟ ب50. حلو. ده برده كونتور صح؟ ايه ده كونتور. ده كونتور ثلاث درجات. بكام؟ ب20. وده وفي ده كونتور كريمي نازل عرض ب50. بصي كام درجة؟ بكام بقى؟ ب50 نازل عليه عرض. ممكن انا ادخل اصور كده سابقك واسالك بقى. الحمد لله. عامله ايه؟ جايه بكره؟ جايه؟ في كبيره ده حاجه زيك؟ احنا ماشيين يا بنت. في كونتور ده للايلاينر. لا لا ده اللي هو ايلاينر الوان. ابيض. 25. في منه درجات كتير. طب ده ايه؟ ودي ماسكارا الحواجب. بكام بقى؟ ب30. شكله لطيف قوي. ده ايه ده هنا؟ ده تنت. ده تنت. ايه تنت؟ مورد خدود. ده بيحمر الخدود يعني؟ درجته طبيعيه جدا. ده بكام؟ ب10. ده ب10 جنيه بيورد الخدود. في بقى الروجات اي قلم روج ب15 كده. بنصور ايه؟ دي ادوات ايه؟ دي ادوات الباديكير. الباديكير هناخده دلوقتي. ده هنا كده ايه؟ برده بتاع الباديكير. وده طعم اي شادو نزل عرض ب150. ده ب7.5. كم اسعار الرز يبتدي من كام وينتهي من كام؟ 15 و20 و25. كام ده؟ ده ب 25. بيبتدي من 15 لحد 30. وده ايه؟ باليت ايه ده بقى؟ ده باليت اي شادو. قبل ما تفتح لو كده ده باليت اي شادو. حلو. 55. الالوان في درجات. ده برضو اي شادو. ده اي شادو برضو.
25 بلي ده ايه ده؟ ده شراب السيليكون للناس اللي بلا بتوجعها من المشي. شراب سيليكون بكام بقى؟ ب30. ودي طقم فرج ب20 وب15 ورموش ب20. في الليفة المغربية الأصلية ب7.50 مغربية أصلية. الليفة المغربية الأصلية 7.5. طب والتانية دي برضه زيها ب7.5. هي هي. الحاجات دي وصلت برو بكام بقى؟ ب20. بالنسبة للبنات اللي هنا وباغيين الليفة المغربية موجودة ب7.5. في ده برضه باليت اي شادو ب55. شكله حلو قوي. كده بقى انواع الرجاء المؤلمه بكام القيمه هنا بتدي بقى؟ ده بخمسه قلم تحديد شفايف بخمسه اهو بخمسه. وفي ده برضو ب10. دي قلمه تحديد عين. في ده قلم حواجب ب5. ده معروف ده بتاعنا احنا ده بتاع البنات ده. ودي مسكره؟ لا دي بارفين. بارفين؟ بحسبه مسكرة. لا بارفين. شكله مسكرة خالص. كم البارفين ده؟ الله حلو. أسماء كم ده؟ 15 جنيه. أنا افتكرته مسكرة في الأول. حلو. أشكاله كتير. ريحته حلو؟ ممكن عملنا. فين بقى بلدت العدسات؟ والله ريحته حلو. في عدسات بلدت عندك ولا لا؟ لا خلصانه دلوقتي. بكام العدسات؟ 35. دي فريش لوك. الوانها ايه طيب؟ في الوانها كلها العسلي. بكام؟ 35 والمحلول بكام؟ ب10. احنا كده مش كده دي البيع ولا تبع المحل؟ تبع المحل. دي مواد. طيب دي كلام يا ام محمد معاك. بنسمي معطر. دي معطرات. 17.5. معطر جو. كل الروايح. وده الجامبو ب20. الازازه نفسها؟ الازازه كلها. ده بتخلطي مع ايه؟ مع ميه. مركز. وفي ده من الحجم الصغير ب7.5. حلو. ده ب7.5 وده حنه؟ دي صبغه غني. بكام بقى؟ 37.5. اغلى من الثانيه. وهنا بقى دي الاسبريهات. ممكن نصور كده احنا ماشيين. دي بتدي بقى من كام الاسبريهات؟ بتنتهي على كام؟ بتبتدي من 10 جنيه لحد 40. هنصورها. طب هنا كده بكام؟ دول 40 ودول 30. رجالي ولا حريمي؟ رجالي وحريمي. طيب وده حريمي؟ وده 30. ده بكام من هنا؟ 40. ده؟ هنا؟ ده بارفن برضه؟ في ده تنت. ده ايه بقى؟ تنت. إيه تنت؟ مورد خدود برضو؟ في منه درجات كتير ب15 زي المونوكي. كل بيسأل عليه. كريم صنفر طبيعي ماسكي روش. في منه درجات كتير. نشوف بقى اللي محمد بتقول عليه ده. ماسك الذهب. ده حلو. ده بكام ده؟ ده ب10 جنيه. وفين الماسك بالشوكولاته؟ فين منه انواعه كلها. ماسك الشوكولاته حلو. حلو ماسك الشوكولاته ده. ده ايه ده؟ ايه ده ماسك برضه؟ ماسك. طب وايه اللي عامل زي الحيه ده؟ اعوذ بالله. فين الحيه ده؟ ايه ده؟ ده ماسك. ماسك بدون رجالي. لا يعني بصي كده كل دي كده ماسكات صح كده؟ دي ايه؟ دي حمام كريم؟ ده حمام كريم 17.5. اللي جنبه حمام كريم برضو. اللي هنا ده اكسجين ب20. ده اسمه ايه اللي بيشقر ده؟ تشقير. بكام بقى؟ ب30. ده بديل الزيت. Getting through all the bad times with you.
I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could believe.